على خشبة المسرح. لكن عندما نقرأ العنوان من البداية الجميلات، العنوان هنا يأخذنا إلى منحة معينة. ماذا يمكن أن يقول المرء وهو يقرأ عنوانا ليس فيه حياة الجميلات؟ لا يمكن أن تكون محايدا في عرض أطلق على نفسه الجميلات. وهنا أول إشكالية. هذا الموضوع يدخلنا باتجاه واحد، اتجاه واحد ان المرء لا يعرض الصورة الاخرى او قلب الصراع الدرامي، طالما كلهن جميلات وكلهن مناضلات وكلهن من اجل الوطن. هذا من ناحية، يعني انت من البداية تحكم على الجمال وتربطه بحياة المناضلات، هذا من ناحية. من ناحية اخرى ان المسرحية هذه ارتبطت بمناسبة وهي مرور 50 عاما على استقلال الجزائر، وهنا إشكالية أخرى. لماذا اضطرت المؤلفة أن تدور في فلك التوثيق والتسجيل لهذه المناسبة، مما أوقع المسرحية في هذه الإشكالية، إشكالية كيف نخلق صراعا دراميا، أو كيف نخلق محاورة مع الذات بالنسبة للمناضلات؟ وهنا يطرحنا قضية محددة وواضحة ومطروحة في مناسبة معينة. أنا أعتقد يعني موضوع العمل دائما ليس مرتبطا، موضوع المسرحية ليس مرتبطا بالنص أو تطبيقا للنص، إنما هو تحويلا شفريا لمنظومة أخرى كما يقول بافيس. فإن إذا كان العرض يصور نضال هؤلاء الفتيات، فقد جاء الإخراج أيضا مواكبا للعرض. وهنا أنا بالنسبة لي هنا لا يخدم النص، كنت أريد أن أرى إخراجا يضيف ويفسر، ولكن أيضا ثقل النص وسرديته جعلت المخرجة تلتزم إلى حد كبير بهذا النص ولم تخرج منه. في كل الروايات التي نقرأها عن سجينات، مثلا على سبيل المثال للحصر في نوال السعداوي ومذكراتها ملكة أفقير، دائما السجينة تحن إلى أشياء البسيطة الصغيرة ولا تحن إلى النضال السياسي، بمعنى أن لا تشرح حكايتها السياسية لبقية السجينات، فهن مسجونات لهذا السبب، تحتاج إلى أن تحفر في الذات وتبحث حتى عن أشياء صغيرة، ملابسها، همومها، معاناتها. لكن هذا العرض بدأ يسرد للبعض حكايات المناضلات الأخريات وهن يعرفن. يعني هو الإشكالية في الأثنين، إشكالية بأن يعرض القصة لممثلات أو سجينات يعرفن القصة، وأيضا يشرح حكاية لنا كمتفرجين ومتلقين، فهو يعيد علينا سرد حكاية قرأناها وعرفناها. ما كنا نريده أن يحكي ويقوس في باطن هؤلاء السجينات والمناضلات كي نعرف همومهن الصغيرة، ذواتهن الصغيرة، ماذا كان يطمحنا، ماذا يحلمنا، ماذا يردنا بعد هذا الوضع. هذا من ناحية. من ناحية أخرى التقارب الشكلي كما رأيته في الممثلات، حتى الشكل كان متقارب، وأنا أرى أشكال وأطوال الممثلات كلهم متقاربين، يعني الصراع نفس الصراع والقصة نفس القصة والأشكال نفس الأشكال. فإذا ماذا بقي لهذه المشاكسة ولهذا الصراع الدرامي ولهذا الفعل الدرامي؟ حتى وجود الرجل وهو عقبة كان ممكن أن يخلق صراعا دراميا ألغي تماما. وحتى أنا في نقطة أيضا موضوعية، إذا كان الفرنسيين الاستعمار بهذا الجمال فما أحلاهم. يعني لم أرى أي مشاكسة أو مداخلة ما بين السجينات والمستعمر، فقط صوتين أو صوت أو سياح. ما أحلى الاستعمار إذا كان بهذه الصورة الجميلة الناعمة. أنا كنت أتمنى أن لا يسيطر اسم المسرحية على حواس المخرجة فتلتزم بالجميلات وتنسى أن تخلق صراعا في الطرف الآخر. أيضا الاشتغال على الإكسوار الوحيد هو إكسوار القضبان وإكسوار السجن، جعل هناك إشكالية أخرى. أنا كنت يعني أريد
أن أرى صورة أخرى لهذا الاشتغال، لأن الاشتغال مع القضبان هو أمر ليس بجديد، اشتغلوا كثير من المخرجين. وأنا أتوقف عن تجربة مهمة للمخرجة الأردنية مجد القصص في عرضها سجون، اشتغلت بشكل جميل جدا على القضبان. فما الجديد في الإضافة للعمل على القضبان؟ حتى الحوارية الطويلة السردية للحوار عن الشهيدات كانت حوارية يعرفها من داخل السجن ويعرفها المتفرج المتلقي. فما الجدوى لإعادة كل هذا السرد وهذا التسجيل وهذا الثقل على هذا الخشبة، رغم أن قدرات الممثلات كانت عالية جدا، يعني حاولنا بقدر المستطاع أن ينهضن بالعمل ويخرجن من رتابة السرد الطويلة والتسجيلية والتقريرية المباشرة التي ازدحم فيها العمل وأثقلت العمل. أنا بالنسبة لي كان المشهد الأخير هو المشهد الأضعف في المسرحية. كنت أشعر بأنني أرى جزءا من المسرح المدرسي أو العرض الأوبريتي، تكرار نفس الصورة، ممثلة تخرج وتقول نفس الجملة، ممثلة تخرج ونفس الجملة. يمكن صفقنا لأنها قالت تحية الجزائر، ولم أصفق لشيء درامي. وجدت نفسي أمام عرض في نهايته إشراقة في المسرح المدرسي والأوبريت. لو تحررت المخرجة من أسر المباشرة وأسر مباشرة النص وهذه الثيمة السياسية وأخذتنا في منحى آخر، لأعتقد بأن قدراتها كممثلة قديمة لها باعها، وكمخرجة لها أيضا باعها في السينما والمسرح، لكان هناك عرض غير ما رأينا. هذا لا ينفي أن أحيي في النهاية فريق العمل والفتيات الجميلات فعلا على ما قدمنا من هذا العرض، وأشكركم. شكرا.